بالناجحة. وصف المتتبعون داخل الوطن وخارجه زيارة الملكية للولايات المتحدة ولقاء جلالة الملك نصره الله بالرئيس الأمريكي باراك أوباما نجاح يبرز جليا من خلال البيان المشترك الذي صدر في ختام لقاء القمة التاريخي الذي جمع جلالة الملك محمد السادس بالرئيس أوباما والذي تضمن دعما مباشرا وقويا للإصلاحات التي بشرها المغرب ولقضاياه العادلة على رأسها قضية الصحراء ومقترح الحكم الذاتي. قراءة في هذا البيان المشترك مع رشيدك. المغرب والولايات المتحدة الأمريكية علاقات استراتيجية قوية قوامها التعاون الأمني السياسي والاقتصادي. والمغرب اليوم بقيادة جلالة الملك يقود دبلوماسية جديدة قائمة على توازنات سياسية يدخل فيها البعد الإفريقي والمتوسطي، وهي خطة الطريق التي يريد المغرب تزكيتها في علاقته الاستراتيجية مع واشنطن. وبالفعل تأتى له ذلك بفعل المكاسب التي حصدتها زيارة جلالة الملك إلى واشنطن، إذ أكد البيان الختامي المشترك الصادر في أعقاب لقاء القمة بين جلالته والرئيس أوباما أن المغرب يعتبر قاعدة مهمة للانطلاق لشمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء في مجالات شتى على رأسها الأمن، الحفاظ على مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات. الزيارة الملكية إلى واشنطن تؤشر أيضا على محطة مهمة في العلاقات المغربية الأمريكية من خلال الحرص على تحديد مختلف المجالات التي يتعين تعزيز التعاون فيها بشكل واضح ودقيق. في هذا الإطار من بين أهم ما أكد عليه البيان المشترك دعم الولايات المتحدة للإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية التي انخرط فيها المغرب، ومن جهة ثانية تأكيده على الواقعية والجدية والمصداقية التي يتسم بها المخطط المغربي للحكم الذاتي، ويمثل مقاربة ممكنة من شأنها تلبية تطلعات ساكنة الصحراء إلى تدبير شؤونها الخاصة في إطار من السلم والكرامة. الزيارة التاريخية لجلالة الملك إلى واشنطن جاءت لتؤكد الالتزام المشترك للمغرب والولايات المتحدة بالعلاقة الخاصة التي تعود إلى أمد بعيد سنة 1777، حين كان المغرب أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. ومعنا لتوضيح أكثر حول الزيارة الملكية للولايات المتحدة السيد صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون. سيد مزوار، الزيارة التاريخية لجلالة الملك إلى الولايات المتحدة الأمريكية شكلت منعطفا حاسما في علاقة الثنائية بين المغرب وواشنطن، ما هي برأيك الأهمية التي تكتسيها هذه الزيارة؟ أهمية تأتي من كون أن المغرب والولايات المتحدة بلوروا خريطة طريق جديدة للعمل المشترك. كنتكلموا على العلاقة الاستراتيجية، على البناء الاستراتيجي، هذه كلمة كبيرة لكن المضمون أساسي، وباش يكون فيها وضوح ويكون عندها يعني تحقق الأهداف ديالها خص يكون الرؤية واضحة ووجهة النظر متقاربة ما بين الطرفين. المفهوم أو الفلسفة ديال جلالة الملك للدبلوماسية كيتبنى على ثلاثة الحوايج. أولا الرؤية الاستراتيجية، ما يمكنش نبني علاقة مع حليف استراتيجي وانا ما عنديش رؤيه استراتيجيه فين باغي نمشي. النقطه الثانيه، ضروري انه تكون هناك مقاربه من المسبب، بمعنى انه يكون هناك مضمون، والمضمون كيجي من عبر الاتفاقيات، وقعنا مجموعه ديال الاتفاقيات زياده على داكشي اللي كان قبل، الشراكه وبناء الشراكه، العلاقه ما بين القطاعين العام والخاص ما بين البلدين، اذا فيها مضمون كيترجمها اتفاقيات وآليات ديال التتبع، لأنه بدون آليات التتبع ما يمكنناش نعرفوا واش هادشي غادي مزيان ولا ما غاديش مزيان. تم الاتفاق على أن وزارتي الخارجية ديال البلدين هما اللي غيسهروا على تتبع ديال تفعيل هذه الاتفاقية. إذا الأهمية في هادشي هذا كله هو أنه اليوم ما بين الولايات المتحدة والمغرب كاين مقاربة جديدة، بغينا نرفعوا من المستوى ديال العلاقات ديالنا باش تدخل في الإطار جديد مفتوح على المقاربة ديال العلاقات، دور المغرب على المستوى ديال المنطقة وعلى المستوى الإقليمي، الدور المغرب في إفريقيا وكل ما يمكن يقوم به كيقوم به ويمكن له يقوم به في إطار الشراكة مع الولايات المتحدة لاستتباب الأمن، للتنمية الاقتصادية، للتنمية البشرية، للأمن الروحي، وهذا معترف به بالنسبة للمغرب كون أنه ترجم عمليا على أرض الواقع، ومعترف بالريادة ديال جلالة الملك فيما يخص هذه المجالات على المستوى الإفريقي وعلى المستوى كذلك المغاربي. إذا هذه كلها كان أشياء ضروري أنه توضع في الإطار ديالها ويتعطى سقف
وأفق جديد للعلاقة باش يبقى دائما فيها حياة، لأنه العلاقات اللي ما كتبناش على أفاق وعلى طموح مشترك وكتاخذ بعين الاعتبار كذلك التحولات والمتغيرات اللي كاينة على المستوى الإقليمي والدولي كتبقى علاقات يعني طبيعية عادية، وهذه ماشي هي النظرة ديال جلالة الملك. لهذا يمكننا نقول اليوم بأنه هذه الزيارة كانت ناجحة لأنه ترجمت الطموح ما بين البلدين وترجمت كذلك الرغبة في المسير والتقدم نحو المزيد من تطوير العلاقات ما بين البلدين. هذا النجاح أيضا للزيارة الملكية برز أيضا من خلال الأصداء التي خلفتها في الصحافة سواء الوطنية أو الدولية أو حتى العربية، ما قراءتكم في هذه الأصداء سيد الوزير؟ أكيد أن هذه الزيارة كانت يعني نظرا للأهمية لها ونظرا كذلك لنوعية العلاقات المتميزة ما بين البلدين، نظرا كذلك للظرفية على المستوى الإقليمي والجهوي، حدث باهتمام ديال كل المتتبعين، وكان طبيعي أنه يكون تتبع واهتمام، وتم تغطية يعني قوية لقوها أكثر النتائج اللي ترجمها البيان المشترك. وفي هذا بغيت ندير ملاحظة، أول مرة يتم توقيع بيان مشترك ما بين المغرب والولايات المتحدة. الولايات المتحدة ما عندهاش العادة ديال توقيع اتفاقيات مشتركة إلا مع بعض الدول، وفي بعض الحالات المغرب يعتبر من بين هاد الدول اللي وصل يعني حضاو بهاد في إطار المقاربة ديالهم والدور والاعتراف بالدور ديالهم أنه كذلك ترجم عبر يعني بيان مشترك، وبيان مشترك ديال 4 صفحات فيه يعني زخم كبير واللي يعني الروبورتاج عكسها بشكل واضح. إذن كان اهتمام قوي ديال الصحافة الأمريكية كذلك، وقمنا بعدة استجوابات، يعني كان هناك تجاوب كبير لمعرفة ما يجري في المغرب، التطورات اللي كيعرفها النموذج المغربي، الديمقراطية المغربية، الاستقرار المغربي، لأنه كيلفت الأنظار، نحن في منطقة كلها كتعرف يعني هزات وتغيرات. إذن الاستقرار والنموذج حدا بكثير من الاهتمام، وحدا كذلك بالاهتمام الدور اللي يمكن يلعبه المغرب في استتباب الأمن على المستوى المنطقة، والدور اللي يمكن يلعبه المغرب كذلك في علاقة الولايات المتحدة مع القارة الإفريقية عبر المبادرات اللي يمكن تساهم في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة الإفريقية، في التنمية الاقتصادية وفي التنمية البشرية والروحية. سيد مزور، فيما يخص قضية وحدتنا الترابية، قضية الصحراء المغربية، ماذا يمثل دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، خصوصا وأن أمريكا وصفته بالجدي والواقعي وذي المصداقية؟ غير باش نوضح للرأي العام ماذا يعني كتعني هذه الكلمات، لأن راه عندها الأهمية ديالها. ملي كنقولوا بأن هذا مقترح المغربي، مقترح جدي، لأن المضمون ديالو غني وكينطلق من رغبة صادقة لإنهاء النزاع المفتعل. واقعي لأنه كيدخل في خانة الممكن. الاقتراحات والمقترحات الأخرى لا تعتبر بأنها جدية وذات مصداقية لأنه ما كتحلش المشكل، وذو مصداقية لأنه كيحترم محددات الحل كما وضعها المجلس الأمن ورسمها المنتظم الدولي. إذن لهذا تأكيد الولايات المتحدة على أن المقترح المغربي مقترح جدي ذو مصداقية وواقعي، كيترجم بأن المقترحات الأخرى ليست جدية وليست ذو مصداقية وليست كذلك واقعية. إذن هذا كيأكد بأن الولايات المتحدة تدعم المسار اللي غادي فيه المغرب في إيجاد الحل. اللي زاد قوة هذا الشيء كذلك هو ما يعني داك الشيء اللي صدر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اللي كيزيد كقوي كذلك المصداقية، وكيبين بأن المغرب غادي في إطار مبادرات متعددة لإنهاء هذا الحل المفتعل. وهذا الشيء كيبين كذلك بأن الأطروحات الأخرى، أطروحات
ليست لها جدية وليست لها رغبة في الوصول إلى إيجاد حل سياسي واقعي ومتوافق عليه. إذن هذا تأكيد من طرف الولايات المتحدة ودعم مباشر من طرف الولايات المتحدة لطرح المغربي، وهو إشارة كذلك للمنتظم الدولي بأن يجب هناك يعني خص الواحد يمشي في الاتجاه ديال الناس اللي كيبغيو يخدموا في الاتجاه ديال الحل. كان التأكيد كذلك على الدور ديال بالطبع الأمم المتحدة والمبعوث الأممي ديال روس باش نقدموا له الخدمات ونواكبوا يعني العمل اللي كيقوم به، لأن المغرب صاحب المبادرة وسيبقى دائما صاحب المبادرة لإيجاد حل لهذا النزاع المفتعل. سيد مزوار، سؤالي الأخير إليك، ما هي الأفاق التي فتحتها الزيارة الملكية التاريخية لواشنطن؟ أولا أفاق اقتصادية واعدة، شفنا بأنه خلال هذه الزيارة الدور اللي قام به كذلك ممثلي القطاع الخاص عبر الشراكات اللي تم توقيعها، عبر المبادرات اللي خدوا توقيعها. ثانيا كاين جوج ديال الحوايج اللي غادي يكونوا اساسيين العام الجاي، كاين الملتقى الاقتصادي وكذلك الملتقى العالمي للمقاولين. هذه جوج ديال المبادرات اللي كتعكس كذلك الامكانيات التي ستتاح بالنسبه للمغرب في علاقته مع شركاء الولايات المتحده فيما يخص الديناميه الاقتصاديه. كذلك الدور ديال المغرب على المستوى الافريقي في المجالات متعدده، مجال ديال الأمن الغذائي، المجال ديال استفادات إفريقيا من التجربة المغربية فيما يخص الكهرباء القرى والمدن، الاستفادة من الاتفاقية ديال المغرب مع الولايات المتحدة فيما يخص التجارة يعني الحرة. هذه كلها آليات جديدة مع آليات أخرى سيتم تفعيلها في اتجاه دعم يعني التنمية على المستوى ديال إفريقيا ودعم الاستثمار. المغرب عنده حضور بين على القدرة دياله في تطوير والمساهمة في التنمية الاقتصادية والبشرية على المستوى الإفريقي، المقاربة الملكية فيما يخص يعني الأمن الروحي، التنمية البشرية، الاستثمار، دعم يعني المقاربات الاقتصادية وكل ما هو مرتبط بالتشغيل. هذه كلها أشياء اللي كتفتح مجال جديد كذلك بالنسبة لهذه الشراكة. ثانيا كل ما هو مرتبط كذلك بالعمل على الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، والمغرب يعني وتم اعتراف يعني من طرف الرئيس أوباما بالدور الذي يقوم به جلالة الملك، الدور الريادي اللي يقوم به جلالة الملك على المستوى ديال المنطقة في المحافظة على الاستقرار واستتباب الأمن. إذن المغرب يعني هناك اعتراف بالدور اللي يقوم به، هناك اعتراف كذلك بالنموذج. ملي كنقول النموذج ماشي غير كلمة، لأن المغرب مقارنة الناس راه كيقارنوا شنو واقع، كيشوف بأنه في المغرب كاين هناك استقرار، كاين هناك يعني بناء ديمقراطي، كاين هناك مؤسسات، كاين هناك دستور جديد، كاين هناك يعني الحقوق الاقتصادية والحقوق الثقافية والحقوق كذلك استثناء بالنظر إلى مجموعة من إذن هذه كلها أشياء كتأكد بأن هذا النموذج نموذج يجب دعمه. وكنشوفوا بأنه في البيان حتى الرئيس أوباما يقول بأنه يدعم النموذج المغربي ومستعد يعني للاستمرار في هذا الدعم. إذن هذه كلها إشارات كتبين بأن الحمد لله بلدنا بفضل جلالة الملك وبفضل النضج ديال الطبقة السياسية والنضج ديال الشعب المغربي غادين في الاتجاه الإيجابي ديال البناء. اعترافات دولية، تأكيد لهذا التطور اللي غادين فيه، المبادرات اللي كياخذها المغرب، يعني الصورة اللي عاطين واللي كنعطيوه هو أننا بلد المبادرات، بلد اللي كيتحرك، بلد اللي كيفتح آفاق الممكن، وبلد اللي كيتحدى كل يعني الصعوبات باش يمشي في الاتجاه ديال الحفاظ على الاستقرار، الحفاظ على الأمن، والحفاظ كذلك على التوازن، لأن والاعتدال، وهذا الجانب ديال الاعتدال هو جانب أساسي في الفهم، وتم كذلك خلال النقاشات اللي كانت تأكيد على هذا الجانب والدور اللي كيقوم به في المغرب في هذا المجال. سيد صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة الغنية. شكرا لكم. أهلا.